أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما يكون هناك هيئة قد أقامتها الدولة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تسقط هذه الشعيرة عن الباقين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان ما يسقط، لكن هو درجات كما بيّنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لرجال الهيئة، فمن لم يستطع فيه بلسانه هذا لكم أنتم بالبيان والنصيحة والدعوة إلى الله والتبليغ عن الذين يكابرون، تبلغون الهيئة وتتعاونون مع الهيئة في ذلك. إنكار باللسان، فمن لم يستطع فينكر المنكر بقلبه ويبتعد عن أهله. نعم.